ثقيلة جميلة من طرف زملائي في الفيدرالية وعلى رأسي الأخ الصديق العزيز صديق العمر شت سينوردي مفتاح الذي أقتسم معه أشياء كثيرة وكثيرة منذ تطلع الثمانينيات إلى حد الساعة. فخوض هذه الالتفاتة لأنها تأتي بعد انتسابي إلى مهنة الصحافة الاحترافية لمدة 33 سنة. أنقح هذه التجربة وما زلت أحرص على تطويرها، بتعبير آخر ما زلت أتعلم من زملائي. شكرا لكم على هذه الالتفاتة. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن هرمس، صحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء. شهدت مدينة أكادير يوم أمس 3 جانفي 2021 حدثا متميزا في مجال الصحافة والإعلام، الحدث الممثل في تأسيس الفرع الجهوي لفيزارية المغربية لناشري الصحف. اللقاء كان مناسبة للحديث حول واقع الإعلام الجهوي على مستوى جهات سوس ماسا، طرح هموم الصحافة في هذه الجهة، تطلعات الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على هذه الجهة، وكان تأسيس الفرع الجهوي بمثابة النواة التي ستشعر مستقبلا إن شاء الله على تأهيل الجسم الصحفي في هذه الجهة على غرار باقي الجهات الأخرى. المناسبة كذلك يعني مناسبة تنظيم الفرع، تنظيم الجمع العام التأسيسي للفرع الجهوي لهيئة الناشرين على مستوى جهات سوس ماسا، شكل أيضا مناسبة بالنسبة للمكتب الفيدرالي لكي يلتفت اتجاه مجموعة من الأقلام من الصحفيين المهنيين الذين خدموا الإعلام من مواقع مختلفة، ومن ضمنهم عبد ربي حسن هرمس. فالتفاتة الفيزيغالية الناشرين تجاه شخصي المتواضع اعتز بها أيام اعتزاز، لا سيما وأنها تأتي بعد مرور 33 سنة من انتسابي إلى مجال الصحافة المهنية التي اشتغلت فيها من مختلف المواقع: صحافة مكتوبة، صحافة سمعية بصرية، صحافة إذاعية، إعلام مؤسساتي، صحافة الوكالة التي لا زلت أنتسب إليها. وخلال هذه الفترة بالرغم مما راكمته من تجارب ومن خبرات، فإنني لا زلت أنقح وأطور تجربتي، وهذا نابع من قناعتي بأن الصحفي لن يبلغ الكمال إطلاقا. فالصحافة في تطور، شأنها شأن الطب، شأن الهندسة، شأن المحاماة، ولا أدل على ذلك ما يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تعطيه للصحفي لكي يطور قدراته ولكي يتواصل أكثر فأكثر. الأمر ينطبق أيضا على اكتساب اللغات الأجنبية، فكلما كان الصحفي متمكنا من اللغات الأجنبية إلا وكانت له إمكانية التواصل مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص ومن الاطلاع على أكبر عدد ممكن من الأفكار. أرجو للفرع الجهوي لهيئة الناشرين الذي انتخب على رأسه الزميل والصديق سيدريس مبارك أن يتوفق إلى جانب باقي الزملاء في هذا الفرع للعمل على تأهيل المواصلة الإعلامية على صعيد جهة سوس ماسا، وشكرا. إذا كنت من متابعين الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.